من لديه هدف في هذه الحياة يكون قد تجاوز البدايات والمحطات الكثيرة المرهقة من الفراغ وغيرها من إحساس التوجس أو حتى شعور الغربة الداخلية وغيرها. إضافة إلى الأهداف في الحياة دائما ما توضع وترسم من خلال خبراء في هذا المجال. نسعد جدا ونرحب بالدكتور ناجي مصطفى بدوي الخبير في التنمية البشرية والأستاذ الجامعي. مرحبا بك. مرحبا بكما ومرحبا بجميع السادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لقناة طيبة الفضائية على أن منحتني هذه الفرصة الكريمة للإطلال على السادة المشاهدين. نعم، العنوان قوة الهدف. هل كل هدف لابد أن يكون عنده نتيجة مباشرة زول يناله ويكتسبه ويستفيد منها، ولا ممكن يكون في أهداف من غير نتائج؟ جيد. الهدف في الحياة سنة رسمها الله عز وجل. إحنا عشان نبدأ البداية الصحيحة، الحديث عن الأهداف ورسم الأهداف وشروط الأهداف وقوة الهدف ليس كلاما من خيال علماء التنمية البشرية. ونحن بدورنا في الصف التأصيلي للتنمية البشرية نقول أن أظهر سمة في الإسلام كدين أنه حدد للبشرية هدفا. جاء لبشرية تائهة تعيش في هذه الدنيا بدون غرض، بدون هدف، بدون قيم، فرسم لها هدفا دنيويا وأخرويا ساميا جدا، وجعل من هذا الهدف محور ترتكز عليه الأحكام وتدور حوله. وبالتالي أي هدف لا يتحقق، دي نقطة سوداء محسوبة على الشخص، ولكن حنتكلم في الحلقة كيف يمكن أن لا يتحقق الهدف. أنا في تقديري الهدف ولد ليتحقق ويجب أن يتحقق وما عندنا خيار آخر. إن شاء الله. طيب أكيد تتعدد الأهداف، لكن يبقى لكل إنسان هدف أكيد يسعى نحو قيمة مفترض أن تكون حاضرة في الحياة. بتختلف الأهداف. نعم. لما نقول وضع هدف مثلا، المسألة دي مربوطة بورقة وقلم وترتيب وتنظيم وإعداد كده لخطة مثلا، يعني تعلق الأهداف باختلاف الأعمار، باختلاف الهوايات، باختلاف يعني الهدف ذاته، لابد أن أي شخص يكون عنده هدف، ولا المسألة دي مربوطة بناس معينين مثلا لابد أن يكون مثلا أكاديميا كده. أشكر. أي شخص يمشي على قدمين في هذه الدنيا وليس عنده هدف، أولا هو يقيم على معصية كبيرة جدا. وأنا سأبين أن رسم الأهداف قضية محورية في الإسلام، ليست من ترف العلوم، ليست قضية إضافية أضافة علماء التنمية البشرية. أي شخص ليس عنده هدف لن يستطيع أن يصل. الحكيم يقول إذا كنت في مركب، كنت في سفينة وما عندك وجهة، فكل الرياح ليست مواتية، يعني أي ريح تجي ما مناسبة معك لأنه ما أنت ما عارف أنت ماشي وين. أو الذي لا يعرف إلى أين يسير فلن يصل أبدا لأنه ليس عنده وجهة. وبالتالي أنا أقول أي شخص راشد دي من عمر 7 سنوات يجب أن تكون عنده أهداف. واختلاف الميول والتخصصات والهوايات، علماء التنمية البشرية ومن قبلهم كتاب الله عز وجل وضح أن الهدف لابد أن يتميز بأمور وصفات يسموها شروط، يسموها سمارتنس التنمية البشرية. أنا دار أصلها باللغة العربية، أقول أي هدف لابد أن تتوفر فيه شروط كدخل للمرحلة دي. أن إحنا الآن لابد أن نصل إلى قناعة مع السادة المشاهدين أنه لابد أن يكون أي شخص عنده هدف. العمر 90 سنة والعمر 70 سنة والعمر 15 سنة والعمر 25 سنة، المتزوج والأعزب، العالم والجاهل، الغني والفقير، لأنه الهدف هو دافع العمل. أنا جيت صحيت الصباح ركبت عربيتي عشان جاي قناة طيبة، لو ما كنت جاي القناة كنت حأركب ترحيل الجامعة وأمشي الجامعة مثلا. وبالتالي الهدف يغير الاتجاه، الهدف يغير السلوك، الهدف يصنع حركة جديدة ويصنع فرص للإنسان في الحياة متى ما تحرك إليها. نعم، الهدف يريك الفرص. طيب من نقول كلمة قوة، يعني ممكن يكون هدف ده دي محمد أو حسنة كبيرة، لكن كلمة قوة الهدف هل تدي إلى المعنى معنى أو إلى القوة؟ نعم. قوة شور، هناك هدف ضعيف أنا أسميه هدف كاذب، هدف مصطنع دي جديد بيبان، يعني ما لازم نعمل حاجة جديدة. السلام عليكم. الهدف
خلق ليكون قويا. طيب نعم. الأصل المسألة دي جاء الإسلام فشرع الإيمان مدخلا للإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما هو الإيمان؟ المشكلة نحن مشكلتنا الآن في 2017 ما زالت قضايا مهمة كالإيمان قضية محورية في الإسلام، الناس لا يفهمونها فهمها الصحيح لأنه اختلطت بمصطلحات تراثية كالتوحيد والعقيدة. أصبح الإيمان معنى ضبابي عند كثير من المسلمين. يعني شنو الإيمان؟ يقول لك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الكلام ده ذاته يعني شنو؟ ما معنى أن أؤمن بالله؟ أن يصدق قلبي أن الله موجود وأنني أسير إليه، ما هو ده الهدف ذاته؟ ما هي دي صناعة الهدف؟ ده هدف الوجود ذاته والخلق. الإيمان ده أصلا خلق للأهداف. أنا أؤمن بالله وباليوم الآخر وبالقدر، طيب وبعدين؟ إذا أنا سأسعى إلى الله وسأستغل هذا القدر لصالح سعي إلى الله. أنا أؤمن بالدار الآخرة، الدار الآخرة فيها شنو؟ فيها جنة، إذا أنا أسعى لهذه الجنة وفيها نار. أنا في صناعة الأهداف. جاء الإسلام أول ما جاء بتقرير أهداف وجد الناس تائهين، فلم يبدأ بتعديل السلوك، ما بدأ بتعديل القيم، ما بدأ بتغيير الحياة والحراك، صنع الأهداف الكبيرة. نعم. هذه الأهداف هي التي حركت الناس في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى عمار وأمه رضي الله عنهما وهم يعذبان في مكة، فيقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. شفت الربط بالهدف كيف؟ نعم. إن موعدكم الجنة، دي أنا بسميها قوة الهدف. قوة الهدف أن يكون الهدف، نحن في الدورة التدريبية أقول للمتدربين صادق أهدافك. ممكن زي ما قال الأستاذ خليل تتكتب، ولما التنمية البشرية بيقول أكتبوها. أنا حاجة في القرآن والسنة ما قاعد ألزم بها زول. ممكن تكتبه عشان تكون حاضرة قدامك، ممكن تستحضره في ذهنك، بس أنا دارك تستحضره يومي. ده قوة هدف. أنا أشعر أنني أسير إلى الله، الله هو الهدف، تستحضره كل يوم، اذكر الله ذكرا كثيرا. القرآن يرسخ مبدأ قضية قوة الهدف. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. قوة الهدف تعني أنه أنا في كل لحظة من لحظات يومي أستحضر وأتصور الهدف. انت حتسألني سؤال تاني في قوة الهدف عشان تفصلوا اكثر، الكلام فيه كثير. طيب نحن هنذكر المشاهدين برضو، حيكون ناس داخلين معك على الهواء ويسألوك وحتى يقولوا بعض الحاجات ممكن تضيف للفقرة وللفكرة فكرة ايضا مستمرة. نرحب بكل اتصالات ومداخلات ومشاركات المشاهدين الكرام الاعزاء اللي ممكن عندهم رغبة في استفسار او سؤال او حتى اضافة شيء جديد. عبر رقم الهواتف التي تأتي تباعا بإذن الله 0183 43 46 88، في دائما إمكانية بإذن الله لرقم آخر 0183 40 77 77. طبعا هو خليل باعتباره أنه صديقه يعني. لدكتور ناجي. صديقه الشخصي خليل أحمد خليل. خليل نحن نحيي زميلنا خليل، وطبعا هو لأنه عنده خليل دائما معنا لا لا ده له هو قاصد أنه أنا أكون صديقه طلب الصداقة. طيب إذن هذا المعنى الصديق. طيب نمشي هل في سمات معينة أو علامات أو إشارات بتوضح انه الهدف ده ناجح من اول من بداياته؟ نعم. للهدف 5 شروط. طيب اي هدف 5 شروط، اذا لم تتحقق هذه الخمسة مكتملة يكون هذا هدفا غائما، انا اسميه اماني، وهكذا سماه الله في القرآن. لابد ان يكون الهدف محددا. انا اريد ان احفظ القرآن الكريم، هدف محدد 20 جزء أو القرآن كاملا. أنا أريد أن أصبح شخصا ناجحا، أنا أعتقد ده ما هدف واضح محدد، لأنه النجاح في ماذا؟ نجاح في شنو؟ ده تنجح في شنو؟ النجاح ده متعدد. أنا أريد أن أكون ذكيا، إلى أي معيار، إلى أي مقياس، إلى أي درجة؟ فكل ما كان الهدف واحد قال أنا ماشي رحلة، قلنا له ماشي وين؟ قال ماشي محل بعيد، هذا ليس هدفا لأنه ليس محددا. أنا ماشي لبور السودان، هذا هدف محدد. أن يكون الهدف قابلا للقياس. أنا أريد أن أحفظ 30 جزءا، 30 جزء بعد ذاك أنت بتقدر تقيس، حفظت 29 28 10 تقيس. لكن أريد أن أتعلم أصول الفقه. أصول الفقه دي ممكن تتعلمها في كتاب أو 10 كتب أو 100 كتاب، ممكن تعمل بكالوريوس، تعمل ماجستير، تعمل دكتوراه.
لكن هدف غير قابل للقياس. أنا أريد أن أحفظ 30 جزءا، أحفظ القرآن كاملا، ده هدف محدد وهدف قابل وقابل للقياس. ممكن تتابع تقييمه اليومي. ممتاز. أن يكون الهدف واقعيا. ما ممكن يكون أنا عندي هدف أن يصبح عندي جناحين وأطير في السماء وأتحول إلى نسر، هذا ليس هدفا، لأنه الواقع يرفضه، لهذا لا يحصل في الواقع. أن يكون الهدف ملائما. أنا أريد أن أصبح عضو في فريق المنتخب الوطني لكرة القدم، ده ملائم بالنسبة لي أنا لأنه صغير، لكن واحد عمره 40 سنة ما ممكن، لأنه غير ملائم ما حيقدر. ممكن يكون مدرب، ممكن يبقى مدرب، لكن ممكن يبقى لاعب في المنتخب. أقول هذا هدف أي محدد ويقاس، لكنه غير ملائم، ما بتقدر، ما ملائم بالنسبة لعمرك أو مستواك. كده أهم شرط في الهدف أن يكون مربوطا بزمن. أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم خلال 3 سنوات، لأنه إذا فتحت لي الهدف بدون زمن ما حددته بالزمن، وبالتالي ممكن يضيع عمرك كله، تزعت وتسرح يعني من السنوات. دي الخمسة مواصفات المهمة التي ينبغي أن توجد في أي هدف. إذا انتفت هذه الخمسة أو بعضها، يتحول الهدف إلى أمنية. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذه أماني، قد من يعمل سوءا يجزى به. دي مسألة السببية، السببية سبب والمسبب، 1+1=2. لو قعدت تتمنى أن 1+1=10 ليوم القيامة، أمنيتك لن تتحقق، لأنها لا تتوفر فيها شروط الأهداف الخمسة، فهو غير واقعي، هدف غير واقعي، لا يمكن قياسه، غير ملائم، وبالتالي هذه أماني. تمام. شخص يضع هدف لكن ما بيقدر بعدك يخطط للوصول للهدف، يشعر بأمل، يشعر بأن مثلا يعني أنت ذكرت ما بيحدد زمن معين، لكن هو واضع أهداف وكده، الموجود المكتوب حاجة، والواقع كمان برضو الحياة واليوم بيقضيه بشكل مختلف. طيب نحن قبل إجابة على النقطة دي إن شاء الله نستغل مكالمة مع متصل، إن شاء الله نجي راجعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نحن في انتظار كل المكالمات من السادة المشاهدين للتواصل الصباحي عبر أنفاس الورد إن شاء الله، وأي رسالة أو حتى سؤال واستفسار إن شاء الله مع دكتور ناجي مصطفى بدوي نتواصل. والله بالنسبة للهدف طبعا الأهداف موجودة، لكن المحددات كذلك موجودة. نعم. المحددات يعني بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للأغلبية العظمى في المجتمع، يعني بصراحة والله العظيم أنت بيكون زول داير تمشي دغري، وزول داير في بيتك يكون مثلا ما في مسلسل، وفي بيتك ما داير الا بتفرض ضوابط، لكن كذلك بتلقى في نقد يعني حتى من اسرك، وبتلقى في نقد من جيرانك ومن حوالينك، وبيوصفوك بانك متخلف مثلا. نعم. يعني مثلا ما داير المسلسل انت باعتبارك متخلف، داير تتبع الدين باعتبارك متخلف، ليه؟ لانه الناس كلها دايره تشوف امريكا، ودايره تشوف اوروبا، ودايره تشوف هناك، فانا داير النقطة دي دكتور يوضحها إن شاء الله. لك التحية هنا الباقر من النيل الأبيض على المداخلة إن شاء الله، هو سؤال بإذن الله. سنستقبل مكالمة ثانية. السلام عليكم. محمد مرحبا. مأمون، مأمون السلام عليكم. طيب لحد ما يجي التليفون ثاني نبدا بالاجابه على الباخر ان شاء الله. لحد هو تشارك معنا في السؤال والنقطه اللي طرحناها قبل ما استقبل مكالمته. نعم صحيح. انه في مهددات، هو نفس السؤال. طيب واصل في المتصل ان شاء الله هو سؤالك. نحن نحيي اخونا الباقر المتصل. انا في حلقه سابقه قلت قاعده انا اؤمن بها، وهي من القواعد التي نص عليها القران: لا يوجد شخص فاشل، لا يوجد شخص عاجز. هناك شخص اختار أن يكون فاشلا، وهناك شخص اختار أن يكون عاجزا. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، نقطة، انتهت العبارة. إن رغبت في ذلك زيت عندك الرغبة، إن تحققت عشان كده إحنا الآن التخطيط بقوة الهدف هو تخطيط لتجاوز العقبة. اللي يعتقد أن الدنيا ما فيها مهددات وعقبات وأشخاص يستهزئون لا يعرف الحياة. صحيح. الناس يستهزئوا بالله، خليك من رسول الله، استهزئوا بالله الذي فوق السماوات. أنا مبارح بقرأ بعض مواقع اللادينيين، هم يستهزئون بذات الله سبحانه وتعالى. فإذا تظن أنه أنت تريد أن تتمسك بقيم نادرة في المجتمع،
وبعد ذاك المجتمع يصفق لك، انت لم تقرا السنن الكونيه. اذا كل انسان، كل انسان صاحب هدف يسعى لتحقيق هدفه يقاوم التيار، ودي هي العبره اصلا. ولا يشعر الانسان بلذه النجاح الا بعد مقاومه المجتمع ومقاومه الناس. ما لو الناس كلهم بيساعدوك والظروف كلها مواتيه والامور كلها متسهله ولا توجد عقبات وسميناه نجاح، ليه؟ ما كان ما يبقى ما نجح. توقع طبيعي، نتيجه طبيعيه لتطور طبيعي للاحداث. ولكن النجاح انه انا في ظروف صعبه وقله من الرفقاء والمعاونين وتحديات كبيره جدا استطعت ان اصل الى الهدف، فهذا هو النجاح المستحق. دكتور ناجي، لكن بتتفق معي انه من شخص لشخص المسألة بتتفاوت، التحدي ذاته والهمة من شخص لشخص برضه. ممكن انسان يعني يتراجع كده اصحابه اللي جنبه لو قالوا له يا اخي انت كل مرة تكتيب وكل مرة تعليق. في عندي وصفة ولا اسميها سحرية لانه السحر حرام. ولكن ان من البيان ده سحرة. طيب خلاص، على على مذهب ابو بكر الصلاة لي. قوة الهدف. مرة واحد يعني قال لي بنتكلم عن الهدف، قال لي أنا والله عندي هدف من زمان ما تحقق. قلت له ما هو هدفك؟ قال لي أنه أنا أبقى زو العالم. قلت له والله هدف نبيل. صيغنا الهدف بشكل الشروط الخمسة، تبقى عالم في شنو ومئتين وفي تقيد زمن. قلت له طبعا أسألك سؤال، أنت تخيلت شكلك وأنت محقق الهدف شكلك أنت عالم؟ قال لي لا. اتخيلت انت بتكون قاعد وين الناس بيسألوك كيف؟ ابدا. اتخيلت انت حياتك الاجتماعية شكلها تغير كيف؟ قال لي لا. قلت له اذا انت ده ما هدفك، ده هدف زول تاني. كيف يكون عندك، كيف يكون شوف القرآن كيف تكلم عن الجنة، مش هدفنا الاعلى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يكرر القضية، يكرر القضية ويصنع يصنع يصنع الصورة. الصحابة شغالين في الخندق بيحفروا عرق وجوع ومجاعة، بيقول لهم والله أنا الآن تضاء لي قصور بصرة، أنا شايف الإسلام. يرسم صورة الهدف في أذهان الصحابة. محمد معنا، إنك أنا عندك حاجة. نعم. تلفون قريتك. مرحبا مأمون. طيب مأمون ده محمد. ربنا يوفقه ويصار. السلام عليكم مأمون. أنا محمد. السلام عليكم محمد. نرحب بك يا محمد من درمان حبابك، تفضلي. نعم العافية. نعم الله يعافيك. بس الدكتور على البرنامج الجميل اللي قدمناه، يعني برامجه كلها حلوة ومسلمة يعني. الله يجزيك خير. بس ما قادر ما اعبر عنها ما شاء الله عليك. نعم. يلا انا عندي هدف عايز احققه، لكن يعني قبل ما اقول عايز احققه وقدامه بعيد 30 سنة. طيب هو شنو الهدف اللي عاوز يحققه يا محمد؟ يلا انا هدفي بس تطور جديد، يعني بدي جديد. طيب يلا انا بكون بصراحه كده، يعني عايزه مثلا عن ادرس الاطفال، احكي لهم قصص نبويه، قصص قرانيه من القران كده، لكن عندي صعوبه يعني للاسف ان انا ما كملت تعليم للنهايه. يلا عايزه اصل للهدف ده ان انا في نفس الدرجه اكيد نفسي اقدر اصل لهدفي. يوم انا يعني ببحث عن الهدف ده ان انا اصل، عندي الرغبه. تمام. طيب طيب هي بس الرغبه دي باعتبار الوقود اللي ممكن يشعل باقي الحاجات. شكرا يا محمد، ان شاء الله تجد التعليق المناسب اللي يتناسب مع سؤالك باذن الله سبحانه وتعالى من دكتور ناجي. شكرا جزيلا للمداخله وللاشاده للدكتور. دكتور هي قالت عندها هدف طويل، عندها هدف طويل وكبير عاوز تحققه، لكن الاطفال والمشاغل الاولاد والمسؤوليه الكبيره جدا حالت دون الحاجه دي، اضافه لانه هي ما كملت مجال التعليم، وفي كل يوم جديد بتحاول انها تمشي وبتجد مثلا عدم. طيب جزاك الله خير. أنا أشكرك شيخ أم محمد على سؤالك وعلى إطرائك. أبدأ بالجزء الأخير، مثلا ما كملت تعليمي، دي ثقافة يقول لك الزول ده ما كمل تعليمه. يعني ما كمل تعليمه وين؟ يعني في الجامعة وكذا؟ أكاديمية. اليوم الليلة في 2017 معظم الذين يغيرون الدنيا بقراراتهم، نحن حس قاعدين باللمبة دي بيشوفونا بها الناس، صنع إنسان كان فاشل في المدرسة وما كمل تعليمه. أديسون طرد من المدرسة، صنع اللمبة نحن حس قاعدين فيها دي، وما كمل تعليم وأضاء الدنيا كلها بهذا النور. أكمل المدرسة، التعليم هو الحياة بتعلم الزول والتجربة تعلم الإنسان.
والاختلاط مع الناس معلم الإنسان. فأنا ما دارس معزول تاني يقول أنا ما كملت تعليمي. أنت ما زلت بتتعلم الآن، أنت حي تتنفس، إذا أنت تتعلم في الدنيا، تتعلم من الأشياء. قاعد أنت حس يا أم محمد بتعاني هذا البرنامج ده، أنت أنا مواصلة تعليمك، من قال لك أنت ما كملت تعليمك؟ ما قريت الجامعة، ده موضوع ما عنده علاقة بحياة الإنسان أبدا. أكثر الناس الناجحين يعني كثير جدا من الناس ما درسوا جامعات ناس ناجحين ومتعلمين يعني ممكن يكون ربط إكمال الدراسة يعني مشكلة كبيرة جدا بأنك ما تحقق هدفك، ما ممكن ما عنده علاقة. لا ما عنده علاقة، أنا أقول هذا على مسؤوليتي. حتى في ناجحون بلا مدارس يعني، أو يعني نعم، حققوا نجاحات كبيرة جدا ما درسوا أصلا، ولا مشوا مدرسة، ولا عرف القراءة والكتابة في عصر العلم والقراءة والكتابة. ده الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني لعله كنا نحن برضو بنتناقش حول عنوان هذا اللقاء، هو قوة الهدف وليس وجود الهدف أو تحقيق الهدف. الفلسفة من قوة الهدف أنه أصنع في الهدف دافع ذاتي للتحقيق. الطالب اللي كنت بتكلم عنه لقيته هو عنده هدف، قد تكون أم محمد برضو عندها من هذا القصور في تصور الهدف، عنده هدف لكن ما عايش هدفه. هو عنده هدف وما بيحلم به، ما بفكر فيه، ما بيتصور. أنا أقول باختصار عشان زمن الحلقة، إذا أنا عندي هدف مثلا، حاضر بمثال بسيط، أني أكون لاعب كرة قدم ماهر جدا، لازم كل يوم أغمض عيني أو أغمض عين عقلي وأتخيل وأنا لاعب ماهر جدا شكلي كيف، وأتخيل صحتي وستايلي كيف، وحكون لابس، واتخيل اللون بتاع الهدوم شنو، واتخيل نفسي وانا بلعب الكوره واعجاب الجماهير، واعيش كل التفاصيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بالصحابه وهم في ضيق مكه، يرسم هدف جميل بيصوروا لهم، والله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. ويقعد الصحابي يتخيل انه الاسلام ده سينتشر. معقول نحن في مكه محصورين في الشعب متضايقين ما قادرين ناكل، هل سيبلغ ويصنع هذا الهدف بقوة التصور النجاح. الصحابة قاعدين يعني، كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان أستاذا في رسم الأهداف، مش بيخلي الزول ده هدفه، لا، يرسم الهدف. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قضية رسم الهدف، مش مسألة أنا سأعطيه قائد محنك، لا، المحنك ده صفته شنو، 1 2 3، ويبدأ الشخص يعيش هذه الفكرة. نحن محتاجين الآن أهدافنا نرسمها في أذهاننا، نرسم تفاصيل. أنا ذلك أم محمد وكل المشاهدين والمشاهدات، إذا عندك هدف أدي نفسك كل يوم 10 دقائق لتخيل نفسك وأنت قد حققت هذا الهدف، وبعد ذلك أوصف لي شكلك والناس اللي حوالينك ونظراتهم ورضاك عن نفسك وما يمكن أن يكون قد تغير. هذا التصور هو ما أعني بقوة الهدف، وهذا تصور علمي جاء به القرآن الكريم. القرآن ليه كان بيصور لنا الجنة؟ ليه القرآن يتحدث عن الجنة والسنة تتحدث عن الجنة؟ عشان أنا أتصورها وأرسم كل يوم، أنا أتخيل الجنة، وكل ما أجي دار أقع في معصية أتذكر النعيم ما أنا عندي صور في راسي. لكن لو في زول قال لي تمشي الجنة فيها شنو؟ ما عارفين، بس جنة بس، خلاص يبقى هدف غائم ما واضح. في بعض الأشخاص شفت قلت له أتخيل لي دي كده، أنت خلاص خطيت حجر بينك وبينه. شوف بقول لك، ما تقول لي ما تتخيل، ما عنده مقدرة. يعني الكلام ده يعني واقع ويعني معاش ومشاهد. بقول لك أتخيل إنك أنت مثلا يعني قاعد في هدفك وحققت وعملت كده، بقول لك شفت أتخيل أنا وقفت بينه وبينك النقاش انتهى. كيف ممكن يتم ابتكار بعض الأساليب الجديدة الممكن من خلالها يتم يعني توصيل رسالة للشخص الآخر ممانع إنه يكون متخيل؟ ما تستخدمها، بس الرسول صلى الله عليه وسلم لولا التخيل لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصل إلى المدينة. هو ماشي مع أبو بكر في الهجرة، جاء سراقة بن مالك أراد أن يقتله، فلما ساخت قدمه قال له فك الفرس وليك الأمان. فقال له الرسول، يقول له سراقة، يقول الحاجة اللي عملوها ناس قريش ديال 100,000 دينار 100,000 درهم، أنا أديك بدلهم سواري كسرى. ما هو تخيل، أديك سواري كسرى. وسراقة يقول عين الزول ده ماله، انت مهاجر والناس اهلك طاردينك وشغلتك. ومع هذا استطاع سراقة ان يلتقط طرف الهدف الذي تحقق فيما بعد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولبس سراقة بن مالك سواري كسرى وعباءته في المدينة. ما تستخدم كلمة تخيل بس
بعض الناس عنده نزعة إلى الواقعية والعلمية صحيح. ويدعي أن الخيال ما علمي، الخيال هو أصل العلوم، ومن يظن أن هذه العلوم جاءت بغير خيال، كل هذه الطيارة نحن نركب فيها نسافر لولا خيال عباس بن فرناس العالم المسلم الذي اخترع هذه الطائرة، اخترع الفكرة، ما كنا طيرنا، ما هو خيال صحيح. وتخيل الفكرة ثم سعى لتنفيذها، ولا يتحقق الهدف إلا بالخيال. هدفك حتجيبه من وين؟ ما حتتخيله صحيح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فيها ما لا عين رأت، دعوة واضحة للخيال. نعم. لكن استخدم لفظ علمي، يعني علم ممكن تخلي به وزو يقتنع بالحاجة دي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أخوتنا شذا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. الله يعافيك ويبارك فيك، تفضلي. الله يبارك فيك. أنا بسأل، أنا عندي هدف أصلاً، هدفي بأن أبقى داعية. نعم. أي. طيب وبدأتي في التحديد؟ محددة لي، يعني وكيد بعد مثلا عمري يكون عمره 40 سنة كده. حددت عمره؟ أنا ربيت منزل قاعدة في البيت. نعم. طيب. خلاص. يعني ما كملت تعليمي برضو. وعايزه بعد اتفكر طيب. يا ربي في اولادي ويكبر بعد ذلك انا ارجع واكمل تعليمي. طيب في البيت في الاوقات اللي ممكن يكون فيها مساحه للاطلاع والقرايه، انت يعني بديتي بياتو جانب في الحاجه في الهدف ده وفي الحلم ده؟ والله انا قاعد اقرا يا هول الكتب الدينيه دي وبقرا قران وبشجع نفسي. طيب خلاص ان شاء الله تجد التعليق باذن الله من دكتورنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب هاي دكتور أم منو قالت؟ شذا؟ شذا من كوستي. طيب أنا أجيب عليها وأدخل عنصر مهم من عناصر قوة الهدف. أنا في تقديري هناك طريقتين لتحقيق الهدف، ولا تغني طريقة عن أخرى. الطريقة الأخرى تكلمنا عنها قبل السؤال، وهي صناعة قوة الهدف بالتصور، وهي طريقة قرآنية أصلناها من القرآن والسنة، أن يكون الهدف حاضرا. علماء التنمية البشرية بيقول لك أكتبه قدامك عشان تقرأه. أنا بقول ما ضروري تكتبه، استحضره بس في ذهنك طوالي، خليه موجود. يصنع قوة الهدف، وده استخدم القرآن بوضوح والسنة. في طريقة ثانية برضو أرشد لها القرآن في تحقيق الهدف، وهي قضية بسيطة جدا. أرسم خارطة. يعني أنا داير أمشي من هنا إلى مكة، الهدف أن أصل إلى مكة خلال سنة مثلا أو 6 أشهر أو 4 أشهر لأداء العمرة. السؤال الثاني وهو أهم سؤال، كيف سأصل إلى مكة؟ الإجابة على هذا السؤال تعني وضع خطة تشغيلية، خارطة الطريق، رسم مسار، كيف سأصل إلى مكة؟ أنا أسأل سيدا وكل المشاهدين، أنا أريد أن أصبح داعية في ظرف 10 سنوات، متخصص في العلوم الفلانية، تصورت هذا الهدف وعشت هذا الحلم وتقمصت الشخصية كل يوم أنا أحلم بهذا الهدف. طيب السؤال المهم، كيف سأصل؟ أنا داير أمشي مكة لكن لم أسأل نفسي هذا السؤال، سأظل أنا قاعد في الخرطوم ولن أصل. كيف سأصل؟ هذا يعني اختيار الوسيلة المناسبة والانتباه، لأنه أي فعل له نتيجة، أي فعل له نتيجة. إن فعلا إيجابيا سيقدمني نحو الهدف، إن فعلا سالبا سيؤخرني عن الهدف. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا الحلم من غير عمل، الأماني، الأهداف غير الواضحة والضبابية، الأهداف التي ندعيها بألسنتنا ولم تدخل إلى قلوبنا. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم. الهدف يستقر في القلب. طيب حددت الهدف، يجب أن أضع خارطة الطريق. من يعمل سوءا يجزى به. تمضي خطوة، اقتربت من الهدف خطوة، وقفت مكانك انت واقف في مكانك. نص قرآني واضح جدا في انه لابد ان يكون للأمنية طريق، لابد ان تكون هناك خارطة، لابد ان يكون هناك سعي. طيب ان شاء الله من اجل النصيحة الاخيرة لشذا ان شاء الله من كوستي بعد نصيحة وجهات. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. يا مرحبا. الله يديك العافية، مرحبا بك ونسمع مداخلتك. يا مرحبا، تفضل. اليوم نتكلم عن قوة الهدف. اي نعم، انا ده راح يجيب طبق لكل الشعب السوداني يعني. تفضل. انا انه تفضل. انا اجهدي اللي قول انت عندها الشهادة السودانية كانت شهادة فنية زراعية. نعم.
وجاء في نما في نفسي واشتغلت بها يعني، واشتغلت بالشهاده الجامعيه قراءه وكل حاجه. نما في ذهني بان انا لازم ادرس القانون عشان ما اثبت للامه كلها بانه الانسان ده مخلوق على فطره الاسلام. طيب واخش لها كيف عبر القانون؟ رجعت ثاني امتحنت الشهاده الثانيه لانه قال لي الشهاده بتاعتك تكون فنيه ما ممكن تقرأيها قانون. رجعت امتحنت الشهاده السودانيه للمره الثانيه سنه 2013. وانا لاحظ المره الاولى امتحنت سنه 83. نعم. 2013 درست القانون الى ان تخرجت منه الان حاليا. الهدف بتاعي الاعجاز القراني في قوانين الامم المتحده لكي اثبت ان كل من البشر ديل مخلوقين على فطره الاسلام حتى ولو كانوا غير مسلمين. نعم. ودي دراسه انا عملتها في التخرج ولسه تحت التصحيح. وان شاء الله انا ناوي اعمل بها دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه عشان ما تكون مستنده على القانون، لانه انا عايز اشتغل في القانون بانه بالقانون اللي بينصر ده هو كله بيحمي الاسلام وهو بيحمي دين الاسلام، وان دين الاسلام ده الدين غير ارهابي زي ما الناس بتعترض. نعم. شكرا جزيلا لك ابو جهاد من الحداد على التجربه الجميله جدا، والمؤكد ان شاء الله دكتور ناجي عدى اساليب للرد تتناسب مع الحاجه. 83 كان الامتحان الاول شهاده فنيه، 2013 ما شاء الله وصل للشهاده. انا والله احيي الشيخ ابو جهاد جزاه الله خير، وادعوه لزياره كليه الشريعه والقانون في جامعه القران الكريم والعلوم الاسلاميه وتقديم الاطروح التي ذكرها، ولعله يجد الإعانة إن شاء الله في عمل الدراسات العليا وهو يستحق أن يعان. أنا أعتقد أنه ده نموذج الآن على الهواء مباشرة لتحقيق الأهداف بقوة عن طريق قوة الهدف. هذا الشخص أبو جهاد كان عنده فكرة في رأسه، استطاع أنه يتغلب على العقبات ويمضي إلى الأمام فقط لأنه كان يشعر بأن هناك علاقة بينه وبين هذا الهدف، كان في تصور مستمر للهدف. كل ما يقابل تحدي، كل ما يشعر بالخور من الداخل لا ينقذه من هذا الخور إلا الصورة الذهنية الموجودة عنده، يغمض عينه يتخيل أنه هو سيحقق هذا الهدف وسيثبت للعالم أن التشريع الإسلامي غالب وأن الإنسان بنزعته يميل إلى الأحكام الشرعية فينهض من جديد ويواصل. هذا ما أعنيه بقوة الهدف، أنه لما تشعر أنك أنت خلاص سقطت على الأرض لا ينقذك تحفيز الناس ولا المال ولا أي حاجة، ينقذك ارتباطك صداقتك مع الهدف، ارتباطك الذهني بالهدف فيوقظ فيك الهمة من جديد. هذا الإيقاظ لا يكون إذا لم تكن بينك وبين الهدف علاقة واضحة، علاقة شعور متبادل وصداقة مستمرة بشكل يومي ومستمر، تشعر أن هذا الهدف صديقك وقريب منك يوقظك كلما نمت ويقيمك كلما صحيح. شذا بعد 40 يعني بعد ما تصل 40 في مجال الدعوة، ربط دائما الهدف بالأعمار يعني، ولا هي تبدا طوالي في مباشره الحاجه دي؟ اخر نصيحه هي وضعت قيد زمني، انا اؤيدها في المساله دي، هي ما حتبدا بعد 40 سنه، هي انا في 40 في سن ال 40 من الان، هي من الان قيدها الزمني 40 سنه. انا اتوقع القيد الزمني مناسب. الجزء الثاني المهم ان تضع خطه تشغيليه عشان ما يكون الهدف امنيه، وده المحور المهم اللي بنربط فيه الهدف والتخطيط. المحور المهم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وابن ماجه حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ما بعد الموت ما ده هو الهدف، عمل يعني تشتغل، يعني ما اقول انا والله ساصبح عالم لما اصل ل40، ساصبح عالم وتخيلت وصنعت قوه للهدف، اهو بعد ده حتعمل شنو؟ والله ما عارف. اذا انت لسه هدفك ده ني، حتى تضع خطة تشغيلية واضحة، أنا في سنة حأعمل كذا، في سنتين سأنجز كذا، في ثلاث سنوات سأبدأ بهذا الطريق. لكي تضع الخطة يجب أن تسأل وتستفسر وتسأل أهل الخبرة وتطلع على نجاحات السابقين، الناس اللي وصلوا لهدف ده كيف وصلوا؟ ما هي أقصر الطرق؟ ما هي الأخطاء التي وقعوا فيها عشان أنا أستفيد من أخطائهم وأمضي؟ أي هدف ليس له خطة هو حلو. أكيد أخواتنا قد يكون عندهم مشكلة في التنقل والحركة باعتبار انهم هم ربات منزل لهم واجبات في البيوت وما الى ذلك، بيبقى بعد ذاك انه يستقل معلومه من وين؟ اذا كان البعض حسب الخطه التشغيليه الدورات التدريبيه المفترض هو يحضرها، المهارات اللي ممكن يكتسبها عشان يصل بعد ذاك لهدفه القوي والواضح المعالي، المصادر ممكن ينتقي منها شخص ما قادر عنده التزامات زي اخواتنا مثلا، كيف يعني يستقوم معلوماتهم، كيف يطوروا من نفسهم، كيف ينموا مهاراتهم، هم موجودين في البيوت الان. اشكرك. انا اوجه رساله الى الاخوات في البيوت
اللي ظروفهم زي ما انت حكيت ومقيدات بارتباطات منزلية وأسر، وقد يأتي الشيطان ويسول أنه دي أسباب معيقة عن النجاح وأنها لن تستطيع. أنا حاضر مثال، مثل ضربه الله في القرآن وأختم به ليكون الختام مسك، ومثل واقع اللي يعني مشاهد، امرأة اسمها هيلين كيلر مشهورة جدا. هيلين دي مش قاعدة في البيت عندها شغل، هي عمياء لا تبصر، وهي بكماء لا تتكلم، وهي لا تسمع، وهي خرساء لا تتكلم، لا تسمع، بكماء لا تتكلم وخرساء لا تسمع، تخيلت معي؟ يعني مفصولة عن العالم تماما، يعني لا بتشوف لا لا ترى لا ترى لا تسمع لا تتكلم. اسمها هيلين كيلر، هيلين كيلر مشهورة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. حاسة الوحيدة الحاسة الشغال عندها الإحساس، اللمس فقط. هيلين تعلمت 3 لغات حية واستطاعت أن تتعلم الأدب، وكانت كاتبة مشهورة ولها كتب مطبوعة الآن. أنا أتعجب منها وأتعجب من أستاذتها اللي علمتها الكتابة عن طريق اللمس فقط، علمتها اللغات 3 بس عن طريق اللمس فقط، ما في ما بتسمع. أنا أعتقد هيلين دي تاني ما خلت لمرأة حجة. المثل الثاني الذي ضربه الله في القرآن، امرأة كانت تعيش في أسوأ ظروف، في أسوأ بيت، في أفسق بيت، بيت فاجر، مش صاحب البيت مش مثقلة بالأعمال أو 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 فاسق أو بيشرب مخدرات أو بيضربه، هو كافر بالله ويدعي الألوهية، ومع هذا هذه امرأة فرعون، ومع هذا استطاعت هذه المرأة أن تضرب نموذجا في الصلاح، حتى أن الله قال لنساء الدنيا كل نساء العالمين قال لهم، ده مثال داركم تبقوا زي مرأة فرعون، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكانت نموذجا صالحا. أنا أقول قاعدة في ختام هذه الإجابة، أنه الظروف المحيطة، الظروف الخارجية المحيطة بالإنسان نسبة تأثيرها في نجاحه أو في فشله 0%، صفر. أعمل لي حلقة في الموضوع ده، صفر ولا واحد. الظروف الخارجية، أبوك وأمك وأسرتك وظرفك وارتباطك وحاجاتك، نسبة تأثيرها في نجاحك أو في فشلك 0%، ليس لأي تأثير. طيب نحن حنواصل إن شاء الله في قوة الهدف الأسبوع الجاي في نفس المحاور اللي اكتملت والنقاط اللي ما تمت إن شاء الله، ومن جدد والله سعادتنا بك، يعني سعادة كل المشاهدين إن شاء الله، يكون في عديد من الفقرات المشجعة والمحفزة والمملكة للمعلومة والمهارة للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم كثير.